الناحيه الثانيه كان في اكتر من لاعب النهارده ماشيين بشكل معقول في الاهلي. بتكلم في مروان عطيه كان ماشي بشكل رائع جدا، حسين الشحات كان جيد على ضوء كمان المستوى اللي بيقدمه طوال الفتره الماضيه، ومحمد الشناوي النهارده كمان في بعض الكرات عمل اداء مميز جدا. واحنا بنتكلم عن محمد الشناوي، اعتقد ان النادي الاهلي لو كان خرج النهارده بنتيجه الفوز كان رجل اللقاء او النقطه اللي حولت مسار اللقاء بالكامل كانت هتكون عند محمد الشناوي. ويمكن ناس كتير ما اخدوش بالهم ان قبل الاهلي ما يسجل بالركله الركنيه هدف التعادل، الاهلي كان معرض ان هو تبقى النتيجه 2-0 بكوره على مرتين انفراد تام للاعبي صن داونز، ومحمد الشناوي قدر ان هو يتعامل مع الكوره بشكل مميز ومثالي في منتهى الصعوبه جدا. وخلينا نستعرض كمان اللقطات عشان نشوف قد ايه اللقطه كانت صعبه. دي اللقطه اللي قبل هدف الاهلي مباشره في نفس الدقيقه تقريبا 57 58 بالظبط. لو بدانا نستعرض اللقطات ونشوف قد ايه الفرصه دي وازاي محمد الشناوي كان مركز بيتعامل مع كوره تقريبا من قدام الستة ياردة، يعني كمان مش بنتكلم عن كوره بعيده عن او عن متناول، لا دي كوره قدام محمد الشناوي. دي الفرصه اللي كانت قبل هدف الاهلي بالتعادل، كرة من قدام الستة ياردة. هنشوف محمد الشناوي وهو على العارضة القريبة مركز مع اللقطة دي، كانت الفرصة الأولى، الفرصة كانت بروحينا لو كملنا نجيب باقي اللقطة. محمد الشناوي قدر يتصدى بالتسديدة، نكمل اللقطة هنا، دي التسديدة اللي محمد الشناوي تصدى ليها، وشفنا محمد الشناوي كان على العارضة القريبة مركز كويس جدا مع الكورة. هنا بقى محمد الشناوي بيتصدى للكورة وبعدين الكورة بتروح مرة تانية، ومحمد الشناوي بقى على العارضة البعيدة بيتحرك من العارضة القريبة لوسط نص الملعب للعارضة البعيدة عشان محمد الشناوي يتصدى للقطة دي بشكل مميز على مرتين، والكورة تيجي بضربة ركنية. نادي الأهلي سجل من هدف التعادل، واللقطة الأبرز والأهم بالنسبة لي الأهلي متمركز بأربع لعيبة فقط جوه منطقة الجزاء وقدر يسجل الكورة دي، وده شيء غريب. احنا دايما بنتكلم في 5-9 لعيبة صن داونز، في واحد بره كمان عاشر، واحنا بنتكلم دايما ان معظم فرق العالم بتتمركز جوه منطقه الجزاء في الركلات الركنيه بخمس لعيب. الاهلي كان متمركز باربعه وقدر ان هو يسجل الكره دي هدف، ليه؟ بسبب محمد عبد المنعم. خلينا نشوف محمد عبد المنعم هو اللعيب اخر لاعب في الرباعي بتاع الاهلي اللي خارج منطقه اللي جوه منطقه الجزاء. لو كملنا اللقطه ونشوف محمد عمل فنت بجسمه رقص اللعيب بتاع صن داونز، هنا كان بيتحرك لبره الملعب، كان بيتحرك على بره. نشوف محمد عبد المنعم عمل فنت بجسمه دخل تاني لجوه الملعب. لو كملنا اللقطه اللي بعدها هنا بقى في ظهر لعيب صن داونز، وفي مره اللحظه اللي هيلمس فيها الكوره براسه هيرجع بجذع راسه او بدماغه تاني يبقى ورا لعيب صن داونز، يعني كان وراه بعدين بقى قدامه بعدين بقى اللقطه دي هايله هايله. يعني عمل محمد عبد المنعم ده هايل يعني طبعاً. تكنيك عظيم يعني. طب احنا زي ما قلنا هو موه بجسمه لعيب صن داونز، كان قدامه وبعدين بقى وراه وبعدين رجع تاني قدامه، وقدر محمد عبد المنعم يتوج مجهود محمد الشناوي بهدف التعادل بالنسبه للنادي الاهلي.